تعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دولة، حمار تحتمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمار تحتمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني زمانه ذروت الدنيا تحتيه. يلا عينيا يا دولة. الو يا حماتي. ايه الاخبار؟ ايه رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم، انا اعمل ايه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا الميه مقطوعه يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها يا حماتي، يعني انا اعمل ايه يعني؟ دولا خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بس يلا. بص يا حماتي، خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس، اجري. حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال 30 سنتي، خليها تستعملها. اللي بتتني اختها خلاص بتهرش لها؟ طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه؟ عايزه دكتور؟ نفسك كده قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي مامي ارجوكي، انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه، عادي كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنتي انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخة حرام عليكي بقى، حتى وهي في الحاله دي بتشمتي فيها. بس يا بنت مفعوصه انت يا مقروضه، روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك. دكتور وصل يا جماعه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا جماعه، اطمنوا ما تلاقوش مفيش اي حاجه. ايه ده؟ وريني كده. مش ممكن. ايه ده؟ وريني ايدك. ايه ده؟ انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته، دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس، طمني من فضلك. ما تلاقوش، هي عندها شوية سكابس. سكابس؟ بنتي عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حالة الهرش الفظيع واقاومها. معلش يا دكتور، حضرتك انا جاهل بس شوية، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده، باني على حقيقتك، البضاعه زائفه. بس يا سلام، عيب عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب، ما يصحش ما يصحش. حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القطط. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تنسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانيه وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يكحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور، حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص، السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رنا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي. بعدي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك، ابعدي عنها خالص، بوسيها، ابعدي عنها ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع الوداع الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. عادل هتبوسي عادل. بوسة؟ ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبتي مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها؟ عادل. يا بابا. انت عارف يا رمزي؟ طبعا عارف، يعني انا بحبك قد ايه. يا دولة بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعة قدامك كده اهو، حتى ما طلبتليش كوباية ماء ساعة. يا سلام، قوي قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي. يالا يعني أي حاجة أنت عايزها أنا أشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حتة ايوه جاي.
امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانيه غدي. امورنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دولا بقى، ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. تعرف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولا المخ. يا جوعتني يا دولا، جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت هاد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولا، ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فاتوا ارجع للحوار. ايه يا دولا بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولا؟ قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي، بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولا، الف الف. ده عايزه شربات يا عم دي، عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك اسكابيس باذن الله. اسكابيس اسمه الراجل، الدكتور بيقول اسمه اسكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا، يعني تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من الاسكابيس اللي عندهم دي، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولا. طب دولا انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟ صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولا؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم إيه ده؟ دي تبقى مصيبة يا عم. ما كده هون بقى، إذا عرف السبب كثر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمون ياد، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولا، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دولا افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولا؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحاله يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. ده اخرهم امبارح بالليل. يعني عم الجرب من امبارح بالليل؟ دول. طيب هتكلى على الله. ليه دولا؟ ايوه. اخيرا شرفت. انت اتاخرت، حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع. استنى 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 استنى، الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام، خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استنى 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 استنى، ما تلمسيش الخشب، ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. استنى 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 استنى، ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول، كلي ببقك. يعني انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل؟ حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي. مش عارفه مش عارفه اكل زي القطط. حرام عليك يا عادل، موته. مش عايزه اكل يا عادل. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه ثانيه. بصي هاكلك ايه ده؟ استنى استنى استنى، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك. يلا هو اوبا. سوداني ولا موز بالمره؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رانيا. عادل انا طاقيه، انا مش قادره اتعامل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام